حق الطفولة، صحة علم وحب وحنان، لا مقهورة ولا مدلولة، تلعب تحيا بسلم وأمان، نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان. الولد راه عندي راه ضعيف النتائج استكين. ولدك يقرا مليح، المشكل اللي عنده ما يشوفش غاية، ما يشوفش مليح. وش يلق له؟ هيلق له نواظر. هو نواظر روحه دوك نكريسي ولا كيفاه؟ انا ما عنديش انا. مين نواظر انا؟ مين يجيب؟ ما تتقلقش يا عمي نور الدين، الحل كاين. بمناسبة اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، عمو يزيد بالتعاون مع أطباء عيون متطوعين يقومون بفحوص طبية مجانية، وهذا الجمعة 11 مارس ابتداء من 9 الصباح برياض الفتح تحت شعار أرى أفضل لأدوس أحسن، وهذا لتزويد الأطفال الفقراء والمعوزين بنظارات طبية. وفي الأخر يا أطفال، كاين حفلة كبيرة وعرض كبير لعمو يزيد خاص بكم على زوجة العشية دائما برياض الفتح على شرف الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. الدعوة عامة والدخول مجاني للأطفال وأوليائهم. مرحبا بكم، كونوا في الموعد. ودروك يا أستاذ، دروك راه غاية، دروك راه يقرأ مليح، معناها أرى أفضل لأدرس أحسن. من حقنا ندرس ونتعلم حتى